بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحياتي أقدم لكم، أنا الدكتور وائل يوسف نصار، محاضر مادة الاقتصاد النقود والمصارف والعلاقات الاقتصادية الدولية. بداية أبناء الطلبة، نتناول النظام النقدي، ثم بعد ذلك في الباب الثاني من الكتاب نتناول النظام المصرفي، وفي الختام نتناول العلاقات الاقتصادية الدولية. والنظام النقدي لابد أن يكون المدخل الأساسي له هو التطور التاريخي للنقود، فلولا هذا التطور ما فهمنا كيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه من عملات إلكترونية وغيره من أشكال النقود، وكذلك تأثير سعر صرف النقود والعلاقات الاقتصادية التجارية بين الدول وتأثير النقود عليها والاستقرار السياسي وتأثير النقود عليه وإلى آخره من موضوعات مهمة تهم جميع الطلبة ولا سيما طلبة كلية الحقوق. نتناول بداية التطور التاريخي للنقود. قبل أن نتناول التطور التاريخي للنقود، لابد أن نفهم ما هي الأسباب التي دفعت الإنسانية إلى اكتشاف النقود، ونربط دائما بين ظهور النقود وتطور الإنتاج، فلولا الإنتاج ما ظهرت النقود، ولولا تطور الإنتاج ما تطورت النقود. يجب أن تفهموا ذلك جيدا أحبائي الطلبة والطالبات. كما أن النقود ترتبط ارتباطا مباشرا بالأنظمة السياسية والعلاقة بينهما تبادلية، وهذا ما أدى إلى عدم ثبات النقود على شكل واحد، وإنما تتطور مع تطور الأنظمة السياسية والأنظمة الاقتصادية كذلك. وفي النهاية نتكلم خصوصا لطلبة كلية الحقوق أن تطور النقود ليس مجرد تطور شكلي، وإنما هو تطور قانوني بالأساس. ولكن قبل أن نصل إلى هذه الأمور، لابد أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى تطور الإنتاج. بداية كان الإنسان البدائي ينتج ما يأكل وما يلزمه من حاجات، أي أنه يشبع حاجاته بصورة ذاتية. ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الأشكال المتطورة في العلاقات الاجتماعية من أسر وقبائل وعائلات وإلى آخره، كان هناك تطور في الإنتاج، فأصبحت بعض الأسر تختص بالإنتاج الزراعي، وبعض الأسر تختص بالإنتاج الصناعي الحرفي اليدوي وهلم جرى. وبالتالي بدأت تتولد فكرة تقسيم العمل، وتقسيم العمل أدى إلى زيادة الإنتاج، لأن العمل أصبح يتم بإتقان، وأصبحت كل أسرة أو كل مجتمع يتخصص في عمل ينتجه على وجه التخصيص، لأنه ينتجه بصورة أفضل وبفاعلية أكبر. وبالتالي بدأ يظهر الفائض في الإنتاج، ومع ظهور الفائض في الإنتاج واحتياج الإنسان لسلع لا ينتجها، ظهر نظام التجارة البدائي القائم على نظام المقايضة. ولكن كانت هناك عقبات تجارية في ظل نظام المقايضة، ونظام المقايضة كما أخذتم في سنين الدراسة المدرسية كانت تقوم على تبادل السلع. أنا أنتج سلعة ألف وأنت تنتج سلعة باء، نحدد في ضوء العرض والطلب كم تساوي السلعة باء من وحدات السلعة ألف، وعلى إثرها تتم عملية التبادل. ولكن كانت هناك مشكلات عديدة ظهرت أمام عملية التجارة في هذه الحالة. أولا، أنه هناك صعوبة في تحقيق التوافق بين رغبات الأفراد المتعاملين، فقد يظهر طلب على إنتاج معين الآن بكثرة، ثم يظهر عدم وجود طلب عليه. ماذا لو كانت السلعة التي أنتجها ليس هناك عليها طلب؟ هل في هذه الحالة لا أستطيع الحصول على السلع الأخرى التي تلزمني؟ كما أن هناك صعوبة في تحديد نسبة
السلعة على السلعة الأخرى. فمن الذي يحدد قيمة كل سلعة؟ أنا أنتج القمح وأنت لديك مرعى بالخراف، كم يساوي الخروف من القمح؟ كم دبا يساوي؟ هذه المسألة كانت بها إشكالية. وحتى لو عرفت كم يساوي من الخراف، فكم يساوي من الدجاج؟ كم يساوي من البيض؟ كم يساوي من الملابس؟ كم يساوي من الأدوات الحرفية؟ وبالتالي كان يجب أن يعرف منتج السلعة ما تساويه من مختلف السلع الأخرى حتى تتم عملية التبادل والنسبة التي يتم التبادل وفقها. وهذه كانت إشكالية كبيرة. النقطة الثالثة أن هناك إشكالية في تجزئة بعض السلع. فأنا أملك خراف أو بقر وأنت تنتج قمح، القمح يمكن تجزئته إلى وحدات صغيرة وإلى وحدات كبيرة، ولكن كيف نقسم البقر؟ كيف نقسم الخراف؟ أنا أملك فقط 20 إردبا من القمح، وسعر الخروف الواحد 40 إردبا من القمح. إذا كنت لا أملك سوى 20، فهل سأحصل على نصف خروف؟ وكيف يتم ذلك؟ وهذه إشكالية كبيرة. وكذلك هناك إشكالية تتعلق بعدم سرعة إتمام عمليات المقايضة، وهناك سلع تتأخر في عملية الإنتاج، وهناك سلع يؤدي تخزينها إلى الخراب. فبالتالي كانت هناك إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع. وكذلك بالنسبة للمدفوعات الآجلة، ماذا لو كنت لا أملك الآن وإنتاجي سيظهر بعد فترة معينة من الزمن؟ هذا كله كان من الأسباب التي دفعت المجتمعات إلى التخلي عن فكرة المقايضة والتوجه إلى النقود السلعية. فما هي النقود السلعية وما هي مواصفاتها؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن. فالنقود السلعية بدأت من فكرة وجود سلعة تتمتع بالقبول العام واستخدامها كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة، فمن خلالها نعرف قيمة السلع الأخرى ونسبة التبادل بين السلع. وبالتالي لو افترضنا أن السلعة التي تكون وسيطة هي الملح وأنا أنتج الملابس، فعلي أن أعرف مقدار ما تساويه الملابس التي أنتجها بالملح، ومن ثم أبدل الملح بما أريده من سلع. وقد استمر البحث عن السلعة التي لها الأثر لكي تكون محلا للقبول كوسيط للتبادل بين الجميع. وقد اختلفت المجتمعات في أمر هذه السلعة. ففي مصر على سبيل المثال كان القمح هو السلعة الوسيطة، وعند الإغريق كانت الماشية، وعند الهنود الحمر كانت التبر، وفي الصين كانت السكاكين. وهكذا لم تعرف المجتمعات سلعة واحدة إلى أن اهتدى العالم مع ظهور التجارة بين المجتمعات القديمة إلى الاتفاق على سلع تتفق عليها هذه المجتمعات، وبالتالي ظهور النقود السلعية في شكلها المتطور. وتعتبر خير السلع التي ظهرت في هذا الشأن المعادن. ولكن لماذا المعادن وما هي المعادن؟ بداية قالوا أن السلعة التي نريدها لكي تكون وسيطا في التبادل لابد أن تحوز على القبول العام، أي أن الكل يرتضي بها والكل يريدها. والأمر الثاني أن تكون هذه السلع قابلة للتخزين ولا تتلف بسرعة، كما أن السلع يجب أن تتجانس وحداتها بقدر الإمكان وأن تكون قابلة للتجزئة، كما يجب أن تتصف هذه السلع
بالثبات النسبي في قيمتها، وألا تتسم بالوفرة لكي لا تكون في متناول يد الجميع وبالتالي تفقد قيمتها، كما يجب في نفس الوقت ألا تتسم بالندرة حتى لا تصبح عاجزة على احتياج أو تغطية الاحتياجات البشرية لنا. وبالتالي السلعة النقدية كانت يجب أن تتوفر فيها هذه الشروط جميعا كي تستطيع أن تقوم بهذا الدور. فإذا توافرت سلعة بهذه المواصفات كنا أمام نقودا سلعية. وقلنا أن النقود السلعية في أفضل صورها كانت المعادن، فالمعادن تحوز على قبول عام، قابلة للتخزين، تتجانس وحداتها، لا تتلف بسرعة، تتمتع بالثبات. ولكن ظهرت مشكلة أساسية، فما حول ماهية المعدن الذي يجب أن يكون. قلنا أن السلعة يجب أن تكون ليست متوافرة بكثرة ولا تتسم بالندرة. وبالتالي حين استخدموا بداية الحديد والنحاس والقزدير كمعادن وسيطة وتستخدم كسلع، زاد إنتاج الحديد وزاد إنتاج النحاس، وهذا ما أفقد العملة قيمتها، وبالتالي لم تعد وسيطا للتبادل، لأن الناس رفضت أنه تتناول هذه السلع بأكثر من قيمتها الحقيقية، وفي ظل وفرتها فإن قيمتها تنخفض. لذا اهتدت البشرية إلى المعدنين الفضة والذهب، فهو الذي إضافة إلى المواصفات السابقة يتصف أيضا بالوفرة ولا يتسم بالندرة. والوفرة ليست كوفرة النحاس والحديد، والندرة لا تتوافر فيه بشكل كبير، وإنما هناك توازن في العرض والطلب ويمكن أن يغطي احتياجات البشر. وكان استخدام المعدن النفيس في البداية كنقود يتم بالوزن، ورغم أن هذه الطريقة في تجربة المعاملات تعد أفضل من نظام المقايضة، إلا أنها لم تكن مريحة، لأن عملية التأكد من صفاء ونقاء المعدن يحتاج إلى خبراء، وكذلك الوزن الدقيق يحتاج إلى خبراء. وبالتالي كانت هناك مهنة بالأساس لكي نتأكد من الصفاء والوزن يقوم بها أشخاص خبراء معينين. طب حينما زادت العلاقات التجارية أصبحت ليس هناك إمكانية في كل معاملة أن نذهب إلى الخبير الذي يزن والذي يتأكد من نقاء المعدن الذي نمتلكه. وبالتالي كانت هناك حاجة إلى حل جديد، وكان الحل في فكرة سك النقود. فما هي عملية سك النقود؟ سك النقود أي أن السلطة الحاكمة هي التي تقوم بنفسها بوزن المعدن سواء كان الذهب أو الفضة، وتحديد معياره أي صفائه، وتميز شكله، وبالتالي تضعه في شكل عملة نقدية يتم تداولها تحت مسؤوليتها. وكانت عملية القيمة المسكوكات تتم من خلال تحديد وزن أو أكثر، على سبيل المثال أن يكون دينارا أو درهما فيكون الدينار بوزن كذا من الذهب، أو يكون الدرهم بوزن كذا. وكان الأمر في بعض المجتمعات يتعلق بمعدن واحد، أي أن المجتمع يتخذ من الذهب فقط كعملة، فيما مجتمعات أخرى تتحدث عن معدنين كالذهب والفضة. ولكن كان سعر السعر المعدن نفسه فيه مشكلة. فما هي هذه المشكلة؟ هذه المشكلة تتمثل في أن المعدن هو بالأساس سلعة كالذهب على سبيل المثال، وبالتالي هو له قيمة تجارية أو سعر تجاري، وله سعر قانوني بعد السك، ويجب أن يتساوى السعر التجاري مع السعر القانوني. فلو قلنا أن الدينار الذهبي قيمته 20 دينارا كذهب،
فماذا لو كان الذهب أغلى من سعر العشرين دينار؟ وماذا لو كان العكس؟ الذهب الدينار سعره أقل من سعره التجاري. نحن نتكلم عن أهمية للمعدن ذات بعدين، بعد تجاري إنه الناس بدها إياها تستخدمها كسلعة لصناعة الحلية على سبيل المثال، ولو قيمة كنقد. فيجب أن يتساوى سعره كسلعة مع سعره كنقد، وإلا كنا أمام إشكالية كبيرة. وإذا كنا أمام معدنين فالمشكلة تصبح مركبة أكثر. فعلى سبيل المثال كان الجرام الذهب يساوي 15.5 جرام فضة، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن معدنين فيجب أن تكون العلاقة بينهما ثابتة، وأن تكون العلاقة لكل منهما كسلعة وكنقد ثابتة. وهذه كانت تسبب إشكاليات. هذه الإشكاليات أطلق عليها جريشام قانون جريشام. فما هو قانون جريشام؟ قانون جريشام هو يتحدث على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول. قلنا أن عملية السك كما نرى أمامنا على الشاشة تتعامل بموجبه السلعة كسلعة ونقد في آن واحد، وأن المشكلة تزيد في حالة وجود المعدنين كالذهب والفضة كعملتين في نفس الوقت. فقد يظهر نقد جيد ونقد رديء. فكيف يحدث ذلك؟ إذا كانت النقود التي يكون تقويمها كنقد أكثر من قيمتها في السوق كسلعة فإنها تعتبر نقود رديئة. أما إذا كان النقد يعتبر قيمته أقل من قيمته في السوق كسلعة فإنه يعتبر نقد جيد. وبالتالي إذا كنت أملك نوعين من النقد أحدهما جيد والآخر رديء، فإنني أحتفظ لدي بالنقد الجيد وأتداول النقد الرديء، وبالتالي يصبح النقد الرديء طاردا للنقد الجيد من السوق. ومن التطبيقات العملية حتى أسهل عليكم أحبائي الطلبة، اختفاء عملة النصف شيكي من الأسواق قبل سنوات. كلكم عايشتم فكرة أنه ما فيش انصاص، حتى في المدارس صاروا يعملوا عملة بلاستيكية أنه الولد يقدر يشتري فيها من المدرسة مرة تانية بالنصف شيكي لأنه ما فيش انصاص شوائي. طب وين اختفت النصف شيكي؟ النصف شيكي هي من معدن، ولكن حين يتم صهر هذا النصف شيكل يعطيني وزنا من المعدن قيمته أعلى من النصف شيكل. على سبيل المثال العشرين نصف شيكل تساوي 10 شواكل، فإذا كنت العشرين نصف شيكل بعد أن أقوم بصهرها أبيعها ب15 شواكل من الشواكل، إذا أنا ربحت 5 شواكل إضافية، وبالتالي فأنا أتحدث أنها عملة جيدة لأن قيمتها كسلعة أعلى من قيمتها كنقد، وبالتالي أنا أحتفظ فيها كسلعة وأقوم بصهرها واستخدم هذه السلعة في الصناعة. وهذا هو معنى قانون جريشام. وبالتالي انخفض أو اختفى عملة النصف شيكل. وإذا كان جريشام ركز الانتباه على العلاقة بين المعدن كسلعة والمعدن كنقد والعلاقة بينهما، وخرج بقانون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من الأسواق، فإن الموردي تحدث أيضا عن العلاقة التبادلية بين الاستقرار النقدي والسياسي، و لفت الانتباه أيضا إلى فكرة أن النقد السيء هو تعبير عن ضعف سياسي، وأن الضعف السياسي يؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي. وسنتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، لأن أبو الحسن الموردي كان سباقا في هذا الأمر.
وقد ذكر في كتابه تسهيل النظر وتقريب الظفر إلى أن الملك إذا تسامح في غش النقود وأرخص في أي رخص في مزج الفضة بغيرها لم يكن نفعها نفع صلاحها بدرء فسادها، لأن هذه العملات سيؤدي كثرة لمسها ومكوثها في السوق إلى قبحها وإلى عدم الثقة بها، وبالتالي سيمتنع الناس عن تداولها، وهو ما سيؤدي إلى عدم استقرار النقد في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. وحتى نبسط لكم قول الماوردي في هذا الشأن ونربطه بالواقع الذي نعيشه، نقول أن الاستقرار السياسي يصاحبه استقرار نقدي، والعكس صحيح، فعدم الاستقرار السياسي يصاحبه ظهور العملات الرديئة. ولنا مثال في الثورات الأخيرة التي شهدها الربيع العربي، فقد أدى عدم الاستقرار السياسي إلى ضعف العملة الوطنية، وضعف العملة الوطنية جعل منها عملة رديئة، وبالتالي انكب الناس لعدم ثقتهم باستمرار النظام السياسي إلى تحويل أو صرف عملاتهم بعملات أجنبية، وهو ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. فنجد أن مصر ارتفع فيها سعر الدولار الأمريكي من 5 جنيهات وأقل إلى ما يزيد عن 19 جنيها، ذلك بسبب المضاربة التي حدثت في العملة لعدم ثقة الناس في الاقتصاد المصري والاستقرار السياسي فيها. وهذا ما حدث أيضا في تونس وما حدث في ليبيا والعراق وغيرها من الدول. وبالعكس، فإن عدم الاستقرار النقدي يؤدي إلى الاضطراب السياسي، ومن التطبيقات العملية على ذلك الأوضاع الأخيرة في لبنان. فنرى أن بداية الأزمة في لبنان كانت بانهيار العملة اللبنانية، وبالتالي عجز المواطنين من خلال العملات التي يملكونها عن شراء ما يلزمهم من احتياجات أساسية، وقد أدى ذلك إلى خروج المظاهرات والاضطراب السياسي ووصول الأمر إلى ما نشهده الآن في هذه البلاد. وبعد أن أشرنا إلى قانون جريشام ورأي الموارد فيه، نتحدث عن مسألة ذات علاقة بهذا الأمر، وهو النوع الثاني من النقود، وهي النقود الورقية. فقد قلنا أن النقود تطورت إلى 3 أطوار. الطور الأول كانت النقود السلعية، وقد تحدثنا عنها، والنوع الثاني الذي نتحدث عنه الآن هو النقود الورقية والورقية الإلزامية. فما هي النقود الورقية وما هي النقود الورقية الإلزامية؟ ولكن بداية قلنا أن التطور التجاري يصاحبه دائما تطور نقدي، تذكروا ذلك جيدا أعزائي الأقارب والطالبات، لأن التطور التجاري يعبر عن تطور الإنتاج، وتطور الإنتاج وتطور العملية التجارية لابد أن يصاحبه نقد يستطيع أن يوازي عملية التبادل التجاري. فعلى سبيل المثال، صاحب عصر الرأسمالية التجارية، والتي كانت من العصور التي شهدت تطورا كبيرا في العملية التجارية، صاحبها النقود الورقية. ولكن كيف تم ذلك؟ كانت الأمور بداية في حوالي القرن 17 في إنجلترا، بداية الثورة الصناعية وتطور الإنتاج أدى إلى معاملات تجارية بقيم عالية جدا، وكان التجار ينتقلون من بلد إلى بلد، لا سيما مع تطور وسائل النقل آنذاك. فكيف يسافر التاجر وينتقل من مكان لآخر بكمية نقود كبيرة؟ كانت هناك خوف من السرقة ومن خروج قطاع الطرق وإلى آخره، لا سيما في مجال التجارة الخارجية وظهور القراصنة في البحار وغيره. هنا لجأ التجار إلى وضع نقودهم عند الصيارفة أو رجال الدين أو الخزينة العامة للدولة،
والحصول على أوراق من هذه الجهات تثبت أنهم قد وضعوا نقودا لديهم، وهو ما يسمى بالودائع. ومقابل وضعه بالنقود لديهم يحصل على سند أو صك، ونتحدث هنا عن صك بالصاد وليس صكا بالسين، لأن صك النقود أمر يختلف عن الصكوك. فصك النقود كان يتم من خلال الدولة بتوزيد العملة النقدية وضمان عيارها وتحديد قيمتها. أما الصك هنا هو ورقة مكتوب فيها أن هذا التاجر، وفي البداية كان يحدد اسمه، لديه لنا مالا يبلغ كذا وكذا، وبالتالي يستطيع من خلال هذه الورقة أن يظهرها للتاجر المشتري، للتاجر البائع، لكي يعطيه، لكي يستطيع أن يحصل على نقوده من رجل الدين أو الصير أو الصيرفي الذي وضعت عنده النقود. وبالتالي كان التجار يتداولون فيما بينهم هذه الصكوك والسندات، ولا يتبادلون الأموال والنقد، وإنما بقي النقد لدى هؤلاء الصيارقة ورجال الدين. بعد فترة وجد الصيارقة أن هذه النقود تبقى في الخزائن، وأن الذي خرج كان في البداية صكوك أو سندات اسمية، ولسهولة التجارة بدأ التجار يطلبوا أن لا يكتب اسم صاحب السند وإنما يترك لحامله، لكي يسهل على التاجر الآخر عملية سحب هذه النقود أو الودائع من الصيرفي أو التاجر. وبالتالي بدأ التجار يتعاملون فيما بينهم أن هذه الصكوك كأوراق البنكنوت، أي أنها ورقة صادرة من جهة ائتمانية تعبر عن نقد أستطيع أن أسلمه الورقة وأن آخذ النقد الذي أملكه، سواء كان دينارا أو دنانير أو جنيهات ذهبية أو غير. وبالتالي لم تكن هذه الأوراق، أوراق البنكنوت، لا تعبر عن نقودا في حقيقتها، وإنما هي مجرد أوراق تنوب عن نقود حقيقية مودعة عند البنوك أو التجار أو رجال الدين. وهنا تطور العمل المصرفي وظهور البنوك وانتشارها على اعتبار أنها تستطيع احتراف هذه المهنة. وهنا كانت تسمى النقود النائبة أو الأوراق النائبة، لأنها كانت تنوب عن النقود الموجودة لدى البنوك. وبالتالي بدأت تتحول أوراق البنكنوت إلى نقود ائتمانية القائمة على الائتمان والثقة. ولكن بدأت البنوك تنتبه إلى مسألة مهمة، أن الأموال الموجودة لديها لا يطلبها أحد، وإنما دائما توضع أموال ويقل بدلا منها صكوك، ويتم تداول هذه الصكوك والسندات وأوراق البنكنوت وتبقى النقود. فكيف تعاملت البنوك مع هذا الوضع؟ بدأت البنوك تدرس كم نسبة الطلب على النقد لديها. فإذا كان لدي 100,000 جنيه ذهبي وقد أخرجت بدلا منها صكوكا وسندات أو أوراق بنكنوت فيما بعد حسب ما آل إليه التطور، ما الذي يستفيد منه الجميع ببقاء 90,000 جنيه ذهبي إذا كان الطلب فقط على 10,000 جنيه ذهبي؟ أنا لدي 100,000 جنيه، يطلب تحويل السندات إلى نقود فقط ب10,000 جنيه، إذا أنا لدي في المخازن أو في الخزائن 90,000 جنيه ذهبي، ماذا أفعل به؟ هنا بدأت البنوك في لعبة خبيثة جدا، وهي أنها بدأت تمنح سندات وأوراق وصكوك وأوراق بنكنوت مقابل فائدة دون أن تكون مغطاة بالذهب، أي أن التاجر يأتي دون أن يضع قيمة 100 جنيه يعطيه البنك أوراقا ب70 جنيه، وبالتالي عليه سداد مقابل سداده ل100 جنيه وحصول البنك على 30 جنيه كربا أو فائدة على الأموال التي سيسدها نتيجة حصوله على هذا القرض.
وبدأت البنوك تمنح القروض وتتوسع فيها إلى ودون أن يكتشف أحد ذلك، إلى أن وصل الأمر أن البنك يخرج أضعاف ما لديه من نقود حقيقية. بدأت الناس تنتبه إلى ذلك، فالنقود كثيرة في يد الناس، النقود هنا النقود النائبة أو الأوراق النائبة الصادرة عن البنوك، فهل يعقل أنها جميعا موجود مقابلها في البنوك نقود حقيقية؟ بدأت الناس وكبار التجار يشكون في الأمر، وهنا بدأ السؤال وخرجت الأسرار بأن البنوك لا تمتلك هذه النقود حقيقة، وإنما هي مجرد أوراق تصدرها دون غطاء حقيقي من النقد. فهرع التجار إلى البنوك لكي يحصلوا على نقودهم بموجب السندات التي يملكونها من هذه البنوك، ففوجئوا بأن البنوك لا تملك سداد قيمة هذه السندات والصكوك والأوراق النائبة. هنا كان على الحكومات أن تتدخل، فإما انهيار النظام التجاري العالمي وانهيار النقد، وإما أن تجد حلا في هذا الأمر. كان الحل الذي اهتدت إليه الحكومات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي أن نحافظ على الاستقرار النقدي، ولكن كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال النقود الورقية الإلزامية، حيث قالت الحكومات أن الحكومة ستشرف على إصدار نقود ورقية إلزامية، هذه النقود يلتزم فيها المواطن بقبول هذه الأوراق شاء أم أبى، لأنها تعبر عن قوة الدولة. ومن هنا كان الأفراد ملزمين بالتعامل فيها وقبولها في تسوية معاملاتهم، وكذلك أضفي عليها سعرا قانونيا، وحتى تطمئن الحكومة المواطنين في هذا الأمر فإنها اختصت لوحدها بطباعة هذه النقود الورقية الإلزامية، وظهر النقد الحكومي بشكله الذي نراه الآن، فالبنك المركزي فقط هو الذي يصدر هذه الأوراق، وبالتالي بدأ يضفي عليه حالة من الإلزام القانوني. وكانت الحكومات تتعهد بأن هذه النقود مغطاة من المعدن بصورة كاملة، فالجنيه الاسترليني يغطيه عدد جرامات معينة من الذهب، وهو فعليا بإمكانك أن تأخذ الجنيه الورقي وتسلمه إلى البنك المركزي البريطاني والحصول المقابل على جنيه ذهبي، لأن هذه الورقة النقدية الإلزامية مغطاة بالكامل من المعادن، والذي يضمن ذلك هو الدولة. ولكن هذا الأمر لم يستمر كثيرا، فما فعلته البنوك فعله البنك المركزي، حيث أصبح يصدر نقودا أكثر من قوته الاقتصادية كما سنرى فيما بعد. وهنا نطرح سؤال سوف نناقشه على الزوم، هل كان قرار الحكومات بتحويل النقود الورقية النائبة إلى نقود ورقية إلزامية حتى وإن كانت في شكلها الحكومي كان قرارا صائبا، وما هو الحل الأمثل لهذا الموضوع ولهذه الإشكالية التي تسببت فيها البنوك في بجشعها وتعاملها الربوي مع الودائع المودعة لديها؟ هذا ما سنناقشه على الزوم إن شاء الله في لقائنا القادم. وإلى جانب النقود الإلزامية الورقية الإلزامية التي تصدرها الحكومة، وقلنا أنها تتمتع بالحماية وأنها لها قوة إبراء كاملة، ولا يجوز لأحد أن يرفض سداد الدين من خلال هذه الأوراق النقدية، وسنتناول هذا الموضوع بكلام بعد قليل بالتفصيل أكثر. هناك نقود أخرى هي النقود المساعدة، والنقود المساعدة كانت تصدر من بعض المعادن كالنحاس والقزير وغيرها،
في فئة فكة كفئة الخمسة قروش، كفئة النصف نصف شيكل، كفئة الألف أو الأجورة، كفئة الشيكل، إلى جانب العملات الورقية الكبيرة. فما هو الفرق بينهما؟ لاحظوا أبنائي وبنات الطلبة أن العملة المساعدة ليس لها قوة إبراء كاملة، وإنما قوة إبرائها محدودة. فهي وإن كانت تصدر عن الحكومة إلا أنها تصدر دون غطاء حقيقي، وإنما هي فقط إما عشان الحكومة تسهل للناس التعاملات البسيطة فبتصدر اللي هي العملات المساعدة هذه زي أنصاف الشواكل وغيرها، أو إن عشان خاطر هي تغطي عجز. فأنا عندي عجز كحكومة مليون شيكل مثلا أو مليون جنيه، فبأصدر عملة فكة نص جنيه أو ربع جنيه فضة عشان خاطر هي طبعا مش فضة، هي معادن كالبرونز وغيره، معادن أرخص من الفضة، وبالتالي بيبدأ التعامل فيها حتى تغطي الحكومة عجزها الموسمي، وبالتالي بيتم التعامل مع النقود المساعدة كنقود حكومية ولكن ليس لها قوة إبراء كاملة. ولكن كيف ذلك؟ قوة الإبراء ماذا يعني؟ قوة الإبراء أي أن للنقد سعر إلزامي، فلا يستطيع من يمسك ورقة 100 جنيه أن يقول أنها تساوي 90 جنيها، هي 100 جنيه بقرار من الحكومة ولها قوة إلزام بالتداول، بمعنى أن لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بعملة غير العملة الوطنية. فنجد في مصر لا يجوز لبائع العقار أو بائع السيارة أن يبيعها بالدولار أو الجنيه، وإنه حتى وإن جرى العقد بينهما على ذلك لأنه ملزما بقبول العملة الوطنية بالسعر الذي يحدده البنك المركزي حتى لا تضعف العملة الوطنية، وبالتالي فالجميع ملزم فيها، وبالتالي لها قوة إبراء نهائية، فيستطيع أن أسد حتى الديون التي عليه بالعملات بالعملة الوطنية من خلال السعر الذي حدده البنك المركزي، ويكون بذلك قد التزمت بإبراء ذمتي من هذا الدين. ومن هنا نقول أن لها قوة إبراء قانوني، وهذا الأمر وإن توافر في النقود الورقية الحكومية إلا أنه لا يتوافر في النقود الحكومية المساعدة. فهذه النقود لها سعر إلزامي اللي هي النقود المساعدة ولا قوة إلزام بالتداول، غير أن ليس لها قوة إبراء نهائية، فلا يستطيع أحد أن يجبر أحد على أن يستلم دينه كاملا فكة لأن هذا يضعفه. طبعا هذا كان في البداية، ولكن الآن الناس تعرف أن المعدن أصبح قيمته أكبر من تداوله، وبالتالي أصبح على الدولة أن تخفض من هذه العملات وتستبدلها بعملات. ومن هنا كما قلنا فإن الحكومات بدأت تستعيض عن هذه العملات بمعادن رخيصة جدا ومغشوشة وليس لها قيمة، ولم تعد تلتزم بإصدارها بأن تكون قصديرا أو محاسرا، وإنما هي سلة معادن رديئة لا تساوي قيمة المعدن الذي سكرت من خلاله. ولكن بقي أن نسأل، إذا كانت الحكومة من خلال البنك المركزي أو ترخيصها لبنك تجاري واحد بإصدار العملة الإلزامية أو العملة الورقية الإلزامية، فماذا تعمل البنوك؟ هل تغلق أبوابها؟ كيف تستفيد البنوك من الوضع بعد أن خرجت سيطرتها عن إصدار أوراق البنكنوت كما كان الأمر في الماضي؟ هنا بدأت تظهر أنواع جديدة من النقود وهي نقود الودائع. فما هي نقود الودائع أو النقود الكتابية؟ الودائع البنكية التي يضعها الشخص في البنك صاحبها دفتر الشيكات، بمعنى أن التاجر أو الشخص يضع في البنك حساب 50,000 جنيه، فالبنك يعطي له دفترا يستطيع أن يحرر بداية نقودا بقيمة 50,000 جنيه الذي يبلغها، أن يحرر شيكات بهذه القيمة. وبالتالي فإن عملية التداول التي يتم من خلالها
تبادل نقود الودائع الموضوعه في البنوك هو الشيك. الشيك هو وسيله تداول نقود الودائع الموجوده لدى البنوك التجاريه. ونقود الودائع ارتبط بوظيفه الاتجار في الائتمان وخلق الودائع، وهذه سوف نتناولها بالتفصيل في المحاضرات الخاصه بالمصارف باذن الله تعالى. ولكن هناك سؤالين في غايه الاهميه. الاول، ما هي اهم الاختلافات بين نقود الودائع والنقود الحكوميه؟ والامر الثاني نتركه للمناقشه عبر الزوم باذن الله، ان التطور التكنولوجي ادى الى ظهور العملات الرقميه، وهذا له دلالات كبيره سنتناولها في المناقشه ان شاء الله. بس انا بدي الطلبه والطالبات يبدوا عن العملات الرقميه وكيف ادى التطور التكنولوجي الى ظهورها، وايش هي اهم صور العملات الرقميه، وايش مخاطرها، وايش سماتها وايجابياتها في المعاملات التجاريه الدوليه. ولكن لابد ان نركز الان على الاختلافات بين نقود الودائع والنقود الحكوميه. الفرق الاساسي بينهما ان نقود الودائع لا تتمتع بقوه قانونيه في المعاملات. فاذا كنت تاجر ابيع سلعه ما، فان المشتري لا يستطيع ان يلزمني بقبول ان يكون الثمن شيك، حتى وان كان الشيك قبل الصرف الفوري. فانا ملزم فقط بقبول العمله الوطنيه وليس بقبول الشيكات. فلو كان لها قوه قانونيه لكان الامر ملزما للناس ان تقبل بالشيكات كثمن، وبالتالي هي ليس لها قوه ابراء قانوني وليس لها قوه ابراء نهائيه من الديون. وبالتالي هذا امر مهم جدا، هي ليس لها قوه ابراء قانوني، يجب ان تتذكر ذلك دائما. والامر الثاني ان الذي يخلق هذه النقود الائتمانيه هو النظام التجاري. فالنظام التجاري وان كان تحت رقابه الدوله لانه هو الذي يخرج دفاتر الشيكات، وبالتالي الحكومه فقط عليها ان تراقب هذه الشيكات وهذه النقود الكتابيه وان تضمن لها قوه قانونيه من خلال تجريم التعامل بالشيكات بدون رصيد، او ان يكون هذه الشيكات لاحداث خلل في المجتمع كما نشهد في قطاع غزه الان، ملايين الشيكات المسحوبه بغير رصيد، وهذا يؤدي الى عدم الثقه والى بلبله في التعامل في المصارف، وتلزم الناس فقط بالتعامل بالاوراق النقديه، وهذا له خطوره كبيره جدا، لان فعليا النقود الورقيه الالزاميه لا تكفي عمليه التبادل التجاري، وكذلك تفقد المجتمع اهميه ان تكون البنوك والمصارف لها دور في تمويل العمليات التجاريه وتغطيتها. وبالتالي لابد من حمايه النظام المصرفي، لان عصبه هو الشيكات باعتباره الاداه الاساسيه التي من خلالها يتم تبادل النقود الورقيه، النقود الكتابيه او النقود الودائع. عموما هذا الموضوع سوف نتناوله بتفصيل كبير، وسيهمنا كقانونيين ان نعرف كل تفاصيله في موضوع المصارف باذن الله تعالى. التطور التاريخي للنقود في فلسطين، هذا جعلناه قراءه من باب الثقافه على الطلبه من صفحه 31 الى صفحه 38 في الكتاب، وبالتالي سنعفيكم منه من صفحه 31 الى 38، وبالتالي سنعفيكم منه في الامتحان. لكن يجب ان ننتبه الى ضروره قراءه هذا الموضوع بدقه متناهيه وفهمه بصوره دقيقه، لان فهمه يعطيني ارضيه اساسيه للمحاضره القادمه المتعلقه بوظائف النقود وماهيه النقود. والى ان القاكم في المحاضره القادمه، ارجو لكم السلامه والتوفيق الدائم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقبلوا تحياتي دكتور وائل نصار
المحاضرة الأولى النقود في النقود والمصارف والعلاقات الاقتصادية الدولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.